دونك كيما قلت الماء واهميته للبدن وخاصه في شهر رمضان. نحكيوا على الماء ونحكيوا اون جينيرال على السوائل خاطر ثما برشا عباد ما تحبش تشرب برشا ماء. دونك كيفاش نجموا نعوضوه في شقان الفطر وطول السهريه حتى يش للسحور. سي انيس مرحبا بك مره اخرى. قبل ما نبداو نحكيوا على شرب الماء هيت نحكيوا على اهميته للبدن في سير الايام. هو باش نبداو نحكيوا على الماء ما نجموش نحكيوا على الماء قبل ما نحكيوا على اهميه الماء. Justement. الماء حاجة مهمة وانديسبونسابل في الدنيا. 70-85% du corps معبي بالماء. 3/4 de la planète معبي بالماء. الماء في برشا بحوث في البريود الأخرى والبحوث متواصلة وحتى حد ما فهم الماء. الحاجة الوحيدة اللي فهمناها اللي هو الماء حاجة كبيرة وحاجة عظيمة وسر من أسرار الخلق. الماء هي الحاجة الوحيدة اللي تتقلص بالبرودة. الفوليوم نتاعها يتحل بالبرودة. والحاجة الوحيدة اللي تطفو بالبرودة. دايوغ الخاصية هذه تخلي اللي تحت الماء الكل يجم يعيش ويجم يقعد كي الدنيا تبرد برشا. الماء هو H2O دي موليكول سودي لاصقين في بعضهم واللي موليكول هذوما يجموا يكتسحوا اي حاجه ويذوبوها ويفركوها من بعضها كيما الحديد كيما الصخر كيما كل شيء. دونك الماء حاجه عظيمه وحاجه كبيره وانديسبونسابل على في برشا خاصيات وفي برشا خصائص اخرى كبيره برشا. احنا بتطور العلم ويحاولوا ديما يعوضوا مواد لكن الماء والتركيبه نتاعو ما لقيناهاش وما نجمناش نعوضوه. على ذيك ديما نقولوا حتى لو كنت تحاول تعوض الماء بشرب حاجات اخرين ليراو لازمك تشرب الماء الاهميه نتاعو لانه هذه حاجه الخلق وهذه حاجه مهمه برشا وربي عملها لنا وثما عندها وظائف عديده. دونك كي تحكيوا الحاجات اللي يعملها الماء ساعه رانيا كان عندك سؤال باش تطرحهم بعديك تباعا باش نحكيوا معاك. اي جوستومون معناها فما برشا عباد يقول لك انا ما نشربش برشا ماء بالنسبه لي انا كي نشرب دي جو يعوضوا لي الماء هذاك بيسكو انا كي نشرب برشا ماء نحس روحي نحس باحساس الشبع وما نجمش ناكل بعد شقان الفطر سورتو معناها دوب ما نشق الفطر دوكو انا في عوض ما نشرب الماء نولي نشرب دي جو باش هاكا انفع لي سوا ديزون اللي فيه معناها توسكي ريليل وكل وميم طون بالنسبه ليهم هو يعوض الماء معناها يقول لك راهو ما يبعدوش على بعضهم. اسكو صحيحه تيوري هذي ولا لا؟ انا الرول نتاعنا اول حاجه ساعه باش نبدلوا العادات والتقاليد هذوما ونحاولوا اونيسي العبد للماء بشويه بشويه خاطر المخ بشويه بشويه يتسنس بالحاجه كي تسنسوا بها كي انت تبدا تدريجيا تشرب في الماء بشويه بشويه وبو دو كيلكو طون تولي تلقى روحك الماء ولا رفليكس معناتها نجم نقسم على طول النهار نجم في عوض نستعمل دبوسه كبيره بيتر ونص نستعمل البيبس صغار وبشويه بشويه جينيسي سو ريفلكس لو ريفلكس اون فوا الي انيسي يولي انكري او نيفو دو سيرفو اون فوا ولا انكري او نيفو دو سيرفو يولي ان اوتوماتيزم كيما ثم الاوتوماتيزم تاع انا ما نشربش الماء كيما ثم الاوتوماتيزم تاع انا وليت نشرب الماء. هذه اول حاجه. الماء تعوضوا حاجات اخرى ولا ما تعوضوش؟ نجموا نقولوا تعوضوا ثم برشا حاجات اخرى تنجم تعوضوا ما تعوضوش 100%. في لي كاركتيرستيك نتاعو الماء اللي نوتر ني اسيد ني بازيك زيرو كالوري كما قلنا قبل لا طعم لا لون ولا رائحه له. اما حتى كي نعوضوه نحوضوه بمشروبات طبيعيه. يعطيك الصحة. كيفاش نعوضوه؟ باش نعوضوه بمشروبات طبيعية، مثلا الغلال، الغلال فيها لي غورجي دو، والماء اللي في وسطها يقعد مدة كبيرة. نجموا نعوضوه زادة باللي تيزان، باللي زانفيزيون، للعبد اللي ما يحملش الجو نتاع الماء وإلا ما عجبوش الجو نتاع الماء، أنا ديما نعاود نرجع، ديما نجموا نبدلوا العادات هذوما، راهو لو سيرفو إلي أوفير، لو سيرفو في أون بويسونس كبيرة برشا، اللي هو يجم يتأقلم ويتعود، وراهو أنا ما نشربش الماء، معناتها أنا تعودت ما نشربش الماء مش معناتها انا ما نحبش الماء. الماء باش نولي نحبه بروغريسيفمون وباش نولي نسنس بيه ونخليه. مي اجابه على السؤال نتاعك ثم برشا حاجات اللي هي تعوض تنجم تعوض الماء بارسيالمون تنجم تعوض الماء اللي هو الموجود في الغله ولا في الخضره. يعطيك الصحه.
يعطيك الصحة. موجود في الخضرة، موجود في الغلة، ونجم نعمل ديزانفيزيون اي دي تيزان اللي هما يعوضوا الكمية نتاع الماء. تري بيان، نربطوا توا الماء بسيدي رمضان. سؤال نحب نطرحه لك سي أنيس، الماء يتشرب كيف أنفع أكثر، قبل الماكلة، بعد الماكلة، في وسط الماكلة؟ كيفاش نجموا نقسموا الوقت نتاعنا، وإلا في أي وقت نجم تشرب الماء؟ في علاقة بأنه واحد ما يحبش يتحل وإلا يسمن ويخلط مع العجين باغ إكزومبل. الماء فيو لي كاركتيرستيك نتاعو ما يقلقش لا في اول لا في وسط لا في اخر الماكله، كونتريرمون او زيدي روسو. الماء بالعكس نستعملوه ساعات اكسيون كوب فان، معناتها كي ناخذ شويه سلاطه وفي وسطها في وسط السلاطه هذيك نشرب كويس ماء ونكمل بقيه السلاطه، نخلي هيك السلاطه تدخل في البدن، الفيتامينات نتاعها يدخلوا في البدن بروغريسيفمون، ونعمل او ميم طون اون اكسيون كوب فان. مي علاش يقولوا اللي الماء مع الماكله يسمن؟ معني الكرش تنفخ ومش به، معني يقول لك الماء مع الماكله دو بريفيرونس. فما عبيد يقولوا لازمك تشرب الماء قبل بربع ساعه من الماكله وبعد بربع ساعه زاده من الماكله. سي دي زيدي روسو. الماء ما عنده حتى علاقه بالسمنه وعمره ما كان يسمن. الماء حتى مع العجين، حتى مع العجين والماكله. الماء لو تراجي هنا توا نجم نشوفه كا باغ كا، مي الماء لو باركور نتاعو، الماء يهبط في وسط البدن يتعدى اونديري نسيق ولا ننظف في دار، يخرج اللي الزايد اللي في وسط الدم، اي بي الباقي نتاعو الفاضل نتاعو الكل باش يخرج. فهمتني؟ تقول لي مشروبات غازيه مع الماكله، تقول لي قهوه في وسط الماكله، تقول لي كيستي في وسط الماكله اللي هو يجم يكون انكيلاتور دو فير يجبد معاه الحديد، وقتها نجم نسمعك. مي باش تقول لي الماء حاجه ناتوريل، حاجه طبيعيه كما خلقها ربي، كما هي موجوده تهبط في وسط البدن باش تنظف وما تخليش في وسط السموم تتراكم، هذه هي الوظيفه نتاعو الاساسيه. والماء كما قلت لك راهو البحوث على الماء متواصله، والبحوث نتاع الماء كل اسبوع كل شهر تخرج حاجات جديده. توا نحكيو حتى لا ميموار دو لو، ثم des études توا ريسون تري بوسي كي بروف لي موليكول دو كي تحطهم دون ان اندروا من غير ما تمس فيهم حتى شيء، ومن بعد تبدل لهم الاندروا نتاعهم الشكل نتاعهم يتبدل. الموليكول دو كي تبدا دون ان اندروا اللي فيه موسيقى هات او باهيه الشكل نتاعو يتبدل. توا ثم برشا بحوث ريسون تري بوسي اللي هي تعطي فينا في حاجات مذهله، مازالت ما ثماش حاجات واقعيا ملموسه نشوفوا فيها، مي البحوث الكل تاكد اللي الماء راهو حاجه كبيره، راهو حاجه عظيمه، راهو سر من اسرار الخلق. تعرفي انت اللي الكائنات الحيه الكل تنجم تستغنى مثلا تنجم تستغنى على الاكسجين. ثم كائنات حيه تنجم تستغنى على الاكسجين، مي الحاجه الوحيده اللي ما ثم حتى مخلوق من مخلوقات اللي موجوده حتى لتوا تنجم تستغنى عليه هو الماء. اي يقول لك كي تشرب وما تاكلش معناها ما تنجم تعيش، فهمت؟ كو ما تشربش وتاكل. اي هات نحكيو على الماء واهميته للبدن، الماء اهميته للجهاز العصبي، للاوعيه الدمويه، للعضلات زاده، هو كيفاش يحرق السعرات الحراريه وهو كوب فان. دونك نحكيو على الدور نتاعو حتى للبو، حتى بيان سور للبو سورتو. الماء زي ليدغاتاسيون. La cellule, elle a besoin, dans le temps, elle est constituée d'une chalaya, d'une cellule, milliards de chalaya. Et la chalaya, elle est, je ne sais pas si tu as vu, mais elle met. La chose la seule qui est contre le pesanteur, le four, c'est le mai. Quand tu as une molécule d'eau, هي الحاجة الوحيدة اللي lutte contre le pesanteur, ou tu as le four. Contre la loi de la pesanteur. Donc, le mai, il aoun à la dawara damawiya, bch dour. Il dise le fouk, bien sûr, le sang, ma la adalit mta al qalb, ma le système, le kul, il y moujout. Ou kem me jetch fi, la caractéristique heria, raho yitawad bhaja okhra, mathalan, fahmtni. Donc, fi, barcha manafa, l'hydratation essentiellement, pour les muscles مثلا كنت تحكيوا على التمارين الرياضيه. التمارين الرياضيه اذا كان نعملوها مثلا واحنا ماناش بيان هيدراتي، اذا كانت تكون ان بو بوسي اوتوماتيكمون سي دي كرامب سي دي تروماتيزم، معناتها لو ريسك نتاع تروماتيزم يولي اكبر بياسر.
كل هذا يصب في حاجة واحدة اللي الماء إلي إنديسبونسابل على في إلي إنديسبونسابل حتى à la perte du poids. أنا في الإكزرسيس نتاعي جو ترافاي إسونسيلمون سور لا بيغ دو بوا، عمري ما نجمت نتحصل على نتائج نقولوا حتى متوسطة عند عباد اللي ما بدلوش العادة نتاعهم نتاع شربين الماء. أنا مازلت ما بدلتش العادة نتاعي، ما نفوتش زوز كيسين تيتا كيسين في النهار. بارك الله عليك. تشرب برشا كيسين، لا نحكي كيسين أون بليس. بيت نربطوا الماء بالسخانة نتاع الطقس ونحكيو على البو، نحكيو حتى على جمال البدن، دونك للمرأة للراجل كيفاش ينجم يعطي نظرة للبو نتاعك. وفي السخانه قداش لازم نشرب الكونتيتي، دونك الموين معناتها في النهارات العاديه والا في السخانه، ولا كيف كيف لازم نشرب الكونتيتي؟ وديما كيما نحكيوا على حاجه موين، كي تحكي على حاجه موين ما نجموش نحطوا نعطيوا دي شيفر. شاكان اي بارتيكولير، يفو ادابتي لو اون فونكسيون دو لا بيرسون. سو كي سور اللي ما يلزمناش نستناو الاحساس بالعطش. معناتها الاحساس بالعطش سي ان سيمبتوم، سي ان سينيال دالارم، وك سينيال دالارم هذاك يقول كيف اللي واحد حارق ثروج ولا هو اورانجي هو باش يتعدى. الماء يلزم يكون منظم على طول النهار، مقسم على طول النهار، وتولي هذه عاده تتعاود ريغوليرمون. بقيت انا باش نعمل شويه اكتيفيتي فيزيك جو في ديبونسي، دونك نزيد الماء. انا صايم وانا عمري فوق 60 سنه، معروف اللي فوق 60 سنه مثلا لي ريسبتور نتاع سونساسيون دو سواف يوليو ضعاف على الاخر. صحيح. وهذا من اخطر الحاجات اللي تنجم تتوجد في شهر رمضان، اللي انا جو في با اتونسيون ا سا. دونك يلزمني اون بريفونتيف نشرب برشا ماء بعد شقان الفطر، ونشرب وناكل غلال. غلال معبيه بالماء كيما البطيخ كيما الدلاع، خاطر الماء نتاع الغلال ينجم يقعد سته سوايع في وسط البدن، كونتخيرمون الماء اللي نشربوه يقعد ساعتين ثلاثه سوايع. بور بريفنيغ تو سكي ايدغاتاسيون، خاطر لو سوجي اجي ينجم يتعدى في لي سيني كلينيك دو ديزيدغاتاسيون، معناتها ينجم يحس بوجاعه في راسه وهو مازال ما عندوش سونساسيون دو فان. دونك على ذاك يلزمنا ديما اون بريفونتيف نشربوا بزيد ماء. durant تما بعد ما تشربش الماء اسكو هادو ما حالات بارتيكولير والا ليه لازم يتعودوا يشربوا الماء؟ والله ما تعطش غالمون ما يحسش بالعطش. والله ديما قلت لك هو الانتيغاتور هو اللي باش يوصلنا بشويه بشويه. لازمنا نحكيو مع العباد هذيا ماهيش تشرب برشا ماء باش نعرفوا شنو هما الاسباب. اون جينيرال اون جينيرال السبب الكبير اللي انا نشوف فيه ديما اللي هو عدم التعود بشرب الماء. وبعد عدم التعود بشرب الماء صحيح هيك الغفليكس هذاك الي اونكري او نيفو دو سيرفو، وانا يولي عندي المفهوم اللي انا ما نستحقش وما نحبش الماء. دونك هنا نعاودوهم بشوية بشوية، سينو نجمو نقعوا في الكا اللي عبد مثلا من الصغر نتاعو عنده ان غفليكس، عنده صار له ان انكراج نيجاتيف مع الماء في صغرته واحد، ولا يربط الماء بحاجة خايبة. هذاك يتبدل شوية، ثم دي بسيكياتر وثم دي بسيكولوج اللي يجمو يخدموا معاه على هذا، ونجمو نبدلوا الغفليكس هذاك بشوية بشوية. سينو الكا اللي عبد يقول لك ما نحبش الماء وهو يكون بالحق ما يحبش الماء وما ثم حتى سبب، صعيب شوي. صعيب شوي. باهي شكرا لك سي انيس، يعيشك. يعيشك وشهية طيبة. دونك هذا كان تاكل بشفال اليوم، نمشي موجز.